احنا جالنا خطاب من الوزارة عن جائزة التميز الحكومي في الإبداع والابتكار، واحنا شفنا الشروط والحمد لله لقينا ان كل الشروط تنطبق علينا. التقديم كان في منتهى اليسر والسهولة، ما كانش فيه أي صعوبات، يعني دلوقتي التقديم عن طريق النت، واحنا عندنا الناس ما شاء الله يعني متخصصين وعندهم خبرة وعندهم كفاءة عالية جدا في هذا المجال. وكل إدارة في الحي نجحت إنها تبرز عملها، تلبي طلبات الملف المؤشرات الأداء اللي كانت مطلوبة مننا، نجحنا في عرضها، نجحنا في عرض الملف بصورة لائقة. أنا لما عرفت إن أنا من المرشحين لجائزة التميز طبعاً كنت الحمد لله فرحانة جداً أنا وفريق العمل، وده طبعاً بيدينا دفع للأمام وإن شاء الله يعني يخلينا نبتكر في الخدمات ونوصل لرضا وسعادة المواطن تحقيقاً رؤية مصر 2030. المكاسب والاستفادة هو المشاركة باسم المكتب في جائزة التميز الحكومي، جعل عندي تنافسية في العمل، عايز أكون مكتب متميز عن المكاتب الأخرى. لما اشتغلنا على نفسنا في معايير رؤية مصر 2030 بالخطة الاستراتيجية بتاعت الجهة، بدأنا نطور فيها، بدأنا ندخل عليها مفاهيم جديدة، أهداف استراتيجية جديدة. احنا طبعاً قمنا بالاطلاع على معايير الأداء المفروض تكون متوفرة وجهزنا فريق عمل، وقمنا بمراجعة كل المعايير ديت وتأكدنا إنها تم مراعاتها بدقة. ورسالتنا إن احنا نقدم مستوى عالي التميز في التعليم والتدريب، وكمان تقديم خدمات صحية متميزة للمجتمع عن طريق المراكز الطبية المتخصصة، وكذلك الالتقاء بالبحث العلمي. المكاسب اللي بتحقق جائزة التميز الحكومي لأنها بتشتغل على محورين مهمين جدا، منهم المحور التطوير المؤسسي ومنهم محور بناء القدرات. الناس كلها في كل المجالات بذلت مجهود عالي جدا بإصرار إنها لازم السنة دي تحقق مركز أحسن من السنة اللي فاتت. الحمد لله الواحد بيعمل مع إدارة متفهمة، إدارة بتستوعب الأفكار الجديدة، وبالتالي ده ساعد إن الواحد يتميز في الوحدة اللي بيشتغل فيها. هذا بالإضافة إلى إن احنا عندنا داخل الجامعة مكتب مؤسسي مركزي لدعم الكليات بكل ما هو جديد بالنسبة للمعايير الخاصة بجوائز التميز الحكومي. ده طبعا بيعود بالإيجاب على المواطنين وتسهيل إجراءاتهم في التحكم الإلكتروني والحكومة الإلكترونية اللي الناس عليها إن شاء الله. هو الشعور إن الواحد يبقى مرشح للتصفية النهائية للجائزة، ده شعور مزيد مختلف جدا، يعني فخر وفرح وجزء من الخوف لأنك طبعا وصلت للمرحلة النهائية.